لا تحاول شنو؟ بلاتي انا جايك. لا تحاول هو عنوان ديال واحد الكتاب. هذا الكتاب هذا ممكن نعتبره اغرب كتاب في التاريخ. مؤلف هذا الكتاب هذا سميتو شارلز بوكولفسكي. ما عرفتش السميه نطقتها هي هذه كلها لا. عاش حياته كلها كيتمنى انه يكون كاتب مشهور. حاول وحاول وحاول لكن دائما كان كيحصد الفشل مورا الفشل. فين ما دفع شي روايه او لا شي عمل ادبي كيسمع جمله واحده: اش هاد الزبل حاشاكم. الفشل المتكرر دفعو للاكتئاب واصبح مدمن على خمر. واش غنقول لك؟ الله يحد عنا الوباء هو الاول، وكنتمناو ينقصوا لنا من الكاس، ينقصوا لنا شويه من الخمر. الثمن ديال الخمر اللي في المغرب ما كيساعدش هاد الناس، ما عندهمش امكانيات باش يشريو شراب رخيص. او ماي جاد، شريو شراب غالي، شراب يديروا لي 10 دراهم شي مكان. الشراب راه فيه انواع، ماشي فيه انواع. ارخص واحد ديال الروج دايرين ليه هما 720 ريال. طاليان الروج ايترون ديال الروج ب 7 دراهم يا كاس، وكيتخلصوا ب 1000 اورو 1200 2000 اورو. بنادم ما خدامش كيدقدقوا فيهم. الروج حتى هو راه فيه كاليتي. كاليتي على حسب، وهاد الناس ما كيعطيوناش حنا الكاليتي، كيخليو ضاربونا صافي، لا روج لا والو. هذا قلب زوين. عجبكش الثمن غالي؟ لا خصهم ينقصوا. دراوش ناس مبليه، ناس كيشربوا خص هم يدفعوا لهم الكاس. او ماي جاد، شرب الروج مزيان لانه صحي. الروج مصوبه من العنب. شنو هي؟ عاودي عاودي. الروج مصوبه من العنب. العنب فهمتيني اخويا؟ الروج من العنب، البيره من الشعير، والويسكي راه صحابو من سكوتلاند. شكرا على هذه المداخلة اللطيفة. عرسو جلست صراحة واعترف انه في وضع فشل، وان الدنيا ما يمكنناش نعيشوها كما حنا بغينا، بل الدنيا خصنا نعيشوها كما هي، وان الدنيا فيها شي حوايج خايبين خصنا نتعايشوا معاهم، بل ان هاد الحوايج الخايبين ضروريين في الدنيا لانهم كيحسونا بقيمه الحوايج الزوينين، وبلا بهم ما يمكنش تستمر الحياه. الحوايج الخايبين هما اللي كيعلمونا الابداع والتطور. من بعد ما وصل تشارلز بوكوفسكي لهذه الحقيقه، حقيقه ان الحوايج الخايبين راه ماشي بالضروره خايبين، لاحظ انه نفسيا بدا كيرتاح وان حياته بدات كتحسن، حتى وصل واحد النهار انه استطاع في ميريكان يكون كاتب مشهور، وحقق الحلم اللي كان عايش في داخله مده 50 سنه. من بعد كتب واحد الكتاب سماه لا تحاول. لا تحاول انك ترفض الحقيقه. جينا داك الخصام هادشي كامل انا شي ضدك ويسر، راه كيشوف شعبك واحد شويه، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش تخرج في خطاب تقول لي شعبيه العزيز وشعبك هو كالطق. راه ما يمكنش تخرج ليا الخطاب وتقول ليا شعبي العزيز انني اعرف تعالوا واحس بكم وانت عايشيه في القصور وانا عايش دابا في بيت في 4 مترو. ما يمكنش تقول ليا شعبك العزيز وانت حاطيا مسؤولين فاسدين كياكلوا في رزقي. ما يمكنش تقول ليا شعبي العزيز وانا كنشوف صباحا مساء الثروه ديالي والرزق ديالي كيتكال قدام عيني، ونهار كنطالب بحقي كتسمى بانني انفصالي، كتسمى بانني خائن الوطن. اشنو خاصني نقول؟ خاصني نكون مدقوق فيا الفيس، وخاصني نقول بانني واقف الضغط ونقول عاش الملك عاش الملك عالديك تسعد تسمى وطني. راه ميمكنش، راه ميمكنش، راه الحاشيه ديالك ملك البلاد تعيش في مدخل وتعيش في استقرار وتعيش في رفاهيه، بينما نحن المواطنون كنعيش في استبداد وفقر وتهميش. الى متى؟ الى متى هادشي؟ الى متى؟ تالي ويلا دوينا كنسموه خائنين وانفصاليين. تالي الى انتقدنا انت كملك البلاد كنسموه حنا كانفصاليين، ما خصناش ننتقدو. انت نبي منزل، انت رسول، ممنوع ننتقدو. راه ممكن انت راك كعبد من عباد الله، انت راه انسان كتخطا، كدير اخطاء في حياتك، ونقول اخطاء من حقنا حنا نتاقلو فيها. الى متى؟ الى متى الاخوان الخوف؟ خطر الهضره ديالي بزاف ديال الناس منكم ما غاتعجبهاش، خطر الهضره ديالي بزاف ديال الناس واو بالقاس كتقول انا راني وخدام انا ما كنخافش، حيت حقي هضر، حقي دوار اخوان، معقول ما كيخليناش نسكتو تالي. الله يخرج العاقبة على خير وصحة.
وشعب واحد وأمة عربية وأمة ما نعرف شنو. خصنا احنا كمغاربة نتقبلوا هذه الحقيقة هذه. المغرب اختار استعمال القوة الناعمة لاسترجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليليا. غادي يجي شي واحد يقول لي انت كنتي في بلاصه السكان ديال سبتة ومليليا شنو غتختار؟ واش غتختار المغرب ولا اسبانيا؟ فانا بغيت نقول لهاد الناس ما كنعتقدش ان قفص ديال الذهب غادي يعوض الحرية. أن المغرب دار واحد الحصار خانق على سبتة ومليليا. ما نشريو من عندكم ما تشريو من عندنا. قطعنا عليهم الماء والضوء. أرا ولدي أرا. عندنا براكة. ما عندناش الماء ما عندناش الضوء. تمغي نفارج نتنصيبوش ونفرجو. تمغي نمشي على دمي. نمو بتنصيبه. نمشي القهوة. قهوة تتعقني بريحة الدخان. تمشي على الحلاق تنتفرج عدو بعد مرات. يقولي سير ولدي دور شي دورة ورجع عدي. تمشي حدا الدار. تندخل تمخي نحفظ تنصيبش عادنا تندوي بالشمع تمغي نكتب الراجع بتنشوف مزيان بعد مرة تتحرق لي كتوتي بعد مرة تتحرق لي شعري تبغي بابي بشي طالب حقه تجروا عليه تعيروه الله ينصر سيدنا هو اللي عاطينا حقنا تندوي بالشمع بزاف بعد مرة تطيع علينا تبرك بزاف حجار سيطيح مع أختي صغيرة مع لما قتلتها حجرة كبيرة تخلعنا السلام عليكم عندنا لما لدو ساكنين ببراكة الدرية تمشي لعب معهم تنهسروني تندوع على الشمع ديما تندوع على الشمع تطيح لي على الدفتر الله ما قتلتني هاد الكابينة تقطع علينا الجردة تطيح كل شي يطيح تمشي العمى الدرية تنهزروني تقول لي عندكم البريكة وما تمشي ويتفرجوا أنا تتحبسنا ماما في البيت تنبقى نبكي تحنا تنبغيو نتفرجوا في الاخبار نبغيو نتفرجوا شي حاجه اللي تفيدنا نطلبوا من الله ينصر سيدنا على الله ما قتلتني هاد البراكه هانتوما تشوفوا
الله ينصر سيدنا. هانت أبو هان، احنا ماشي مغاربة، احنا مغاربة، احنا بغينا حقنا. الدرية ضربت لي العين هاد الشبكة هادي بالأساس. سمع حشومة حشومة، اش هاد الدرية دابا هاد العين كعندي؟ لا احنا خاصنا الضو بحال الناس. شنو هادي؟ ماشي بلادة، ورخام برخام هذا. 16 عام وحنا في هاد الحالة حشومة من هاد المسؤولين هاد. الله ينصر سيدنا والله يخليه لينا. تنتمناو من الله هو يشوفنا في هاد الفيديو ويشوف هاد الناس المسؤولين اش تيديروا لينا هنا. انسى انسى انسى، شو هاد الحال؟ ما عيبش سنين كلهم زيدان، كلهم زيدين على الشمال. شي حاله ريف البارح بيت متقاتل مع البراكه بداك البرد، جا شويه ديال البرد طيحها، وكون جا كون جا 80 كيلومتر في الساعه محال غادي يصيبونا حنا. هادشي راهي شي عند المسؤولين. سير حيد خرج عطيني اتصال. تيجي يبغي يهضر على حقه تينهصرو تيجيو هضر. تنتمناو من الله سيدنا يشوف فينا هاد الحال. لا اله الا الله محمد رسول الله، راه اخر موت. عايشه الملك وعايش الملك وعايش الملك والله يخليه لينا. وهاد المسؤولين هادو راه لا اله الا الله معاهم. الله ينصر سيدنا هو اللي عاطينا حقنا، يديهم لينا. حشومه الملك صارت لينا حقنا وما يديو لينا، حشومه عليهم. هادشي بابا تيمشي يدار على حقه وعلى حقنا تيديروه راه ظالم، حشومه عليهم. تنصيبوش نجي نتفرج وتبقى فينا الحال بزاف. ناس حنا تنبغيو نتفرجوا، شي حاجه اللي تستافد الوقت ما تنجيبوش. مزيان هاد الناس عطاونا، راه عطاونا بق. ولكن 6 مليون كيفاش 6 مليون هي راه عندي؟ خاصني نستافد ب 120. منين غادي نجيب 6 مليون؟ السباطه ما عندش الدراري كارزين هادي خسرت عليها الزباب الكبلوز. انا هابت سلاف وباقي ما بنت تيتساني على حساب هاد العين هادي. وني بجيب 6 مليون ولا كان 6 مليون؟ انا لا اله الا الله غارب الله. كانت هذه خديمه راه هي، رانا نخلص راه ما عندي. وانا ما عنديش منين بغي نخلص 6 مليون. من هي 6 مليون؟ 16 عام ديال تماره، 16 عام ديال تماره بلا ضو ولا ما. والطواليس بعدا ما كايناش، دير حفره فيها مترو. ادري يا بابا تيمشي يهضر على حقه وعلى حقنا وما تيديروه راه ظالم. باغيين يصيفطوه، شو ما عليهم. النقطة ما تعطيها لي السيد تنضوع الشمع، النقطة اللي عطاها لي تنبقى نفرح ليل ونهار. تنجبت النقط مزيان.